الخطوة الثانية بعد التعشيب اللي هي التربة خاصة، يعني مش أي تربة. وبعد التربة هي عند المادة المطاطية هي، وإن شاء الله يعني في ظرف يومين ثلاثة أيام إن شاء الله حيكون ملعبنا جاهز بإذن الله. شغالين احنا على قدم وساق، يعني 24 على 24 شبه العمل. جت حتى لجنة اعتمادة الملاعب واعتمدت الملعب قبل ما يتم إنجازه، بحكم شافوا الخطوات اللي بدينا بها أنها خطوة يعني تشجع هلبة، واعتمدوا لنا الملعب بتاعنا. وبإذن الله يعني بداية الموسم حيلعب فريقنا، وإحنا عندنا حتى أن عندنا أمل كبير أنه بيجينا المنتخب الليبي إن شاء الله بمباراة ودية دولية، وعدونا بها أن بتكون في مدينة زوارة. رافق الملعب بإذن الله كلها جاهزة من ناحية الحجرات، تغيير ملابس الرياضيين، حجرات التحكيم، الطاقم الفني والإدارة بما يخص كرة القدم جاهزة بإذن الله، ومدرجاتها كيف ما تشبحوا فيهم. يعني احنا جهزناهم كتجهيز مبدئي، وعندنا طلبية في المقاعد البلاستيكية هي، ووعدونا إن شاء الله أن هم حيوفرونا مبدئيا 6000 مقعد، وإن شاء الله احنا ماشيين من حسن إلى أحسن بإذن الله.